بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة في كل مكان، في الفيديو هذا حنتكلم عليه جزئية مهمة من جزئيات الهيد اند نيك اللي هي veins of the face. شنو هو الفينس درينج بتاع الفيس؟ أنا حنستخدم 2 points مهمات أو 2 veins مهمات. الفين الأول، احنا نعرف أن في جهة اللاتر سايد في الريجن هذه في المانديبل، ففي فين موجود هنا نسمو فيه ريترو مانديبولر فين، اللي هو هذا اسمه ريترو مانديبولر فين. ليش ريترو مانديبولر؟ لأن خلف المانديبل. هذا الفين الأول، وهذه اللاند مارك الأول اللي نستخدمها في المحاضرة هذه. اللاند مارك الثانية، في عندنا فين جاي في اللاترال سايد متاع النوز وفي الميديال أسبكت متاع العين، فيبدأ بالشكل هذا، وكل ما ينزل داونورد يمشي باكورد بالشكل هذا، نسموه فيه facial vein أو anterior facial vein. الanterior facial vein هذا يعتبر من أكبر الفينس اللي موجودات فاش في الفيس. الdisadvantage متاعه عيبة إنه هو valveless vein، ما فيش valves، ما فيش صمامات. الفين هذا اسمه anterior facial vein أو يسموه فيه facial vein. بح ممتاز. نسمو الفين اللي جاي في الفرونت اللي هو هذا، عنده اسم نسمو فيه facial vein أو anterior facial vein، اسمه facial vein. هذا الفين الأول. الفين الثاني اللي هو هذا في الباكة، عنده اسم سميناه retro، معناه خلف، retro mandibular vein، two veins facial retromandibular. هذا يقدر يسموه anterior facial vein، هذا يقدر يسموه posterior facial vein. تو كل vein فيهم هما الاثنين كيف تكون؟ نبدو بمن بالanterior facial vein. الanterior facial vein هذا تكون من اتحاد two veins موجودات فوق في scalp، ياخذوا في veins drainage من scalp الفروة متاع الرأس. من هما two veins هذا؟ واحد جاي ميدل والثاني جاي لاترال. اللي جاي ميدل اسمه سوبرا تروكلير، واللي جاي لاترال اسمه سوبرا اوربيتال. يبقى نقولوا انتيرو فاشل فين تكون من اتحاد تو فينس اللي هم سوبرا تروكلير وسوبرا اوربيتال. نكتبهم الاثنين مع بعضهم، هذول الاثنين اسمهم سوبرا تروكلير اند سوبرا orbital veins. الاثنين اتحدوا مع بعض باش يكونوا anterior facial vein. هذا الفين اللي جاي في الفرونت. اللي جاي خلف المانديبل هذا اللي سميناه retromandibular vein، هذا تكون من اتحاد two veins، حتى vein واحد جاي من السكال اللي هو هذا نسموه فيه superficial temporal vein. اللي جاي واتحد معاه vein ثاني سميناه maxillary vein. يبقى اتحاد المكزيلاري فين والسوبرفيشال تيمبورال فين الاثنين مع بعض باش يكونوا الريترومانديبولار فين. التو فينز هذو الاثنين، هذا واحد وهذا الثاني اللي هو هذا اسمه مكزيلاري فين اللي هو الفين هذا. الفين هذا اسمه سوبرفيشال تيمبورال فين، سوبرفيشال تيمبورال فين. تمام. شنو بيصير هنا في الريجن هذه؟ حيصير في كوميونيكيشن ما بين من ومن، ما بين الريترومانديبولار فين ومن ثاني والانتيرو فاشل فين. خلينا ناخذ الريترومانديبولار فين. شنو يصير الريترومانديبولار فين هذا؟ حينقسم الى 2 ديفيجنز، واحد اسمه بوستيرو ديفيجن اللي هو هذا بوستيرو ديفيجن، والثاني اسمه انتيرو ديفيجن. الانتيرو ديفيجن هنا يتلاقى مع مني؟ الانتيرو ديفيجن يتلاقى مع facial vein، anterior facial vein. الاثنين مع بعضهم يكونوا vein واحد صغيرة نسموه فيه common facial vein. يبقى هذا anterior division وهذا facial، الاثنين مع بعض شو يكونوا common facial vein. common facial vein هذا يصب في large vein اسمه internal jugular vein. يبقى هذا شو اسمه؟ internal jugular vein. ممتاز. نكتبه. اتفقنا، قلنا الفاشل
يتلاقي مع مني مع الفين هذا سميناه anterior division of retromandibular vein. بيتلاقي مع مني مع الانتيرو فاشل باش يكونوا common facial vein. common facial vein يبقى الكومن facial vein تكون اتحاد من بمن؟ نقولوا اتحاد union ما بين anterior division of retromandibular vein مع الانتيرو فاشل فين باش كونوا كومن فاشل فين. الكومن فاشل فين هذا وين يصب؟ قلنا احنا في الانترنال انترنال جوجولار فين. ممتاز. نشوف الباك الريترومانديبولار هذا اعطيه بوستيرو ديفيجن. ها البوستيرو ديفيجن هذا بيتلاقى مع مني؟ بيتلاقى مع البوستيرو اوريكولار فين. يعني في فين من خلف الاوريكل هنا نسمو فيه posterior auricular vein اللي هو هذا posterior auricular vein. واتحاد هم الاثنين مع بعضهم كونوا vein يمشي في النك اسمه external jugular vein. الاكسترنال jugular vein هذا حيمشي downward ويصب في vein ثاني نسمو فيه subclavian vein. subclavian vein اللي هو هذا يبقى الفين هذا اللارج اللي نسمو فيه تو اسمه subclavian. subclavian من يصب فيه من فوق صب فيه external jugular اللي هو هذا اسمه external external jugular vein. الاكسترنال jugular vein تكون من اتحاد من بمن؟ تكون من اتحاد posterior auricular vein posterior auricular vein بمن؟ بالposterior division هذا اسمه posterior division of retromandibular vein. retromandibular vein ممتاز. يبقى قلنا احنا posterior auricular يتلاقى مع posterior division تاع retromandibular باش يكونوا external jugular vein. الanterior division تاع retromandibular يتلاقى مع مني؟ مع الanterior facial او facial vein باش يكونوا common facial vein. common facial vein يصب في الانترنال jugular vein. ممتاز. هذا بالنسبة للفينس متاع الفيس. الحاجات المهمة اللي لازم نعرفها ان في فين في فينس بليكسز نتورك اوف فينس اسمها تيريغويد بليكسز اوف فينس موجودة في فصة اسمها تريغو بالاتاين فصة اللي هي اسمها تيريغويد بليكسز اوف فينس. التيريغويد بليكسز اوف فينس هذه تيريغويد بليكسز اوف فينس هذه مربوطة مع الانتيرو فاشل فين عن طريق فين اهو. نتكلم توا على communications ما بين الانتيرو فاشل فين وحاسمة تيريغويد بليكسس اوف فين عن طريق الفين هذا. شو نسمو فيه هذا؟ نسمو فيه ديب فاشل فين. يبقى الفين هذا شو اسمه؟ ديب فاشل فين. هذا شو نسميناها؟ تيريغويد بليكسس اوف فينز اسمها تيريغويد بليكسس. ممتاز. التيريغويد بليكسز هذه مربوطة مع فينس بليكسز ثانية موجودة في وسط الكرينيال كافيتي اللي هي هنا نسمو فيها كافيرنوس ساينس اسمها كافيرنوس ساينس عن طريق فين اللي هو هذا اسمه اميشري فين نسمو فيه اميشري فين. يبقى البليكسز اوف فينس هذه نسميناها اسمها كافيرنوس كافيرنوس فينوس ساينس. الكافيرنوس فينوس ساينس هذه موجوده في وسط الكرينيال كافيتي مربوطه بمني؟ بالتيريغويد بليكسس اوف فينس. اي تمام. بس عن طريق من؟ عن طريق فين. شو نسمو فيه؟ اميشري فين اسمه اميشري فين. ممتاز. الكافيرنوس ساينس هذه مازال مربوطه بالانتيرو فاشل فين عن طريق تو فينس ثانيات يدخلوا الاوربيت الكافيتي مربوطات بالكافيرنوس ساينس هما الاثنين نسمو فيهم superior and inferior ophthalmic vein. هذا اسمه superior ophthalmic vein وهذا اسمه inferior ophthalmic vein. تمام. في الرسمة هذه اللي مفروض نعرفه مفروض نعرفه ان في عندنا anterior facial vein تكون من supra trochlear وsupra orbital اسمه anterior facial
من الباك في عندنا فين اسمه ريترو مانديبولر فين، تكون من اتحاد السوبرفيشال تيمبرال مع المكزيلري ريترو مانديبولر. الريترو مانديبولر انقسم الى تو ديفيجنز، هذا بوستيرور ديفيجن وهذا انتيرور ديفيجن. الانتيرور ديفيجن التحد مع الانتيرور فيشل فين باش كونه كومن فيشل فين اللي صب في الانترنال جوجولر. البوستيرور ديفيجن يتلاقى مع من، يقولنا احنا مع البوستيرور ديفيجن يتلاقى مع البوستيرور اوريكولار فين باش يكونوا اكسترنال جوجولر فين، واللي صب وين قلنا احنا في الصب كليفين فين. هادو الفينز نتاع الفيس. في حاجه نسموها فيها احنا ديب كونكشن. الديب كونكشن ما بين الانتيرو فيشل فين مع الكافيرنس ساينس عن طريق مني، عن طريق ديب فيشل فين، عن طريق الانتيرو فيشل فين مع الكافيرنس ساينس. هذا اسمها تريجويد بليكسس وهذا اسمها كافيرنس ساينس. الكافيرنس ساينس هذه مربوطه بالانتيرو فيشل فين عن طريق تو فينز، واحد اسمه سوبير اوفتالميك فين والثاني اسمه انفير اوفتالميك فين. ممتاز. قبل ما نمشي ونشرحهم هذو بالتفصيل باش ما تبداش الرسمه هيك كومبلكس، نبي نتكلم على الفين هذا اللي سميناه فيشل فين او انتيرو فيشل فين. تكلمت عليه قلت ثاني خيره انه هو لارج، اكبر فين في الفيس. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ونكتبها هنا، يعتبر فالفلس، مهمه فالفلس، ما فيش صمامات. تمام. المشكله تاعنا بما ان ما فيش صمامات وعندك كوميونيكيشن مع التريجويد بليكسز والكافيرنس ساينس، ففي ريجن هنا في اللور بارت نتاع النوز وفي الابر ليب ها احنا نسموها دينجرس زون. الريجن هي اللور بارت نتاع النوز والابر ليب. الريجن هذه لو تصير فيها انفكشن والفينات نتاعهم يصبوا في الفيشل فين، والفيشل فين هنا مربوط بالتريجويد بليكسز اوف فينس اللي مربوطه بالميشري فين للكافيرنس ساينس اللي موجوده في وسط الكرينيال كافيتي، ممكن يصير سبريد من الانفكشن للانفكشن من اللور بارت نتاع النوز والابر ليب للفيشل فين تيريجويد بليكسس كافيرنس ساينس. ممكن تصير فيه ترومبوز في وسط الكرينيال كافيتي، يعني سبريد الانفكشن من الاوت الى الان. حناخذ الريجن هذه ونوضحها بالتفصيل باهي ونرجع للرسمه نتاعنا. بسم الله. رسمه ثانيه بطريقه ثانيه حنرسموا. شوف معايا هنا، هذه المجزلة ريبون مجزلة، مش هنرسم التيث بالتفصيل بس هذه عظمة اسمها مجزلة ريبون. من تحت هنا العظمة هذه اللي هو المانديبل، في الأبر تيث وهنا في اللور تيث، هذا المانديبل. تمام. هذا الكرينيال كافيتي هنا، هذا نسموه أنتيرو كرينيال فوسا، ميدل كرينيال فوسا، بوستيرو كرينيال فوسا اللي هو التجويف نتاع السكال اللي فوق فيه البرين. تمام. في عظمه طالعه في الريجن هذه نسموها تيريجويد بروسيس، اسمها تيريجويد بروسيس، وهذه العظمه سميناها ماكسيلري بون. ماكسيلري بون في الريجن هذه موجوده عندنا اللي هو تيريجويد بليكسس اوف فينس، اهي تيريجويد بليكسس اوف فينس. يعني تيريجويد بليكسس اوف فينس وين موجود مكانها؟ موجوده في حاجه فصه اسمها تريجو بالاتاين فصة. شنو هو التريجو بالاتاين فصة؟ سبيس جاي خلف المجزلة وقدام مني، قدام التريجويد بروسيس، تريجويد بروسيس فوق منه هذا الكرينيال كافيتي، هذا فصل البرين هنا. ففي في فينوس بليكسز هنا حتى هي لارجر، فينوس بليكسز اوف فينس اسمها كافيرنس ساينس. يبقى الكافيرنس ساينس هو موجود في وسط الكرينيال كافيتي فوق، والتريجويد بليكسز موجوده في وسط حاس ما تيريجو بلاتاين فصة، يعني في الفيس تحت. شن في بناتهم؟ في بناتهم فين اللي هو هذا، شن اسمه الفين هذا؟ نسموه في اميشري فين. اميشري فين ممتاز. نجول الريجن هذه، هذا الاوربيتال كافيتي، هذا الاوربيتال كافيتي اللي شكل متاعه ترينجولر ان شيب، عنده اي بيز وعنده ايبكس، وهذه الاوربت العين. ممتاز. وهذا الفيس، هذا النوز وهذا الماوت. احنا قلنا في فين، تو فينز يجوا من السكال، السكال من فوق سوبر تو سوبر اوربيتال، الاثنين كونوا انتيرو فيشل فين، هذا انتيرو فيشل فين، ها ماشي بالشكل هذا. ففي تو فينز يدخلوا الاوربيتال كافيتي، هذا سوبير اوفتالميك ماشي للكافيرنس ساينس، وهذا اسمه انفير اوفتالميك حتى هو ماشي للكافيرنس ساينس. هذول الاثنين نسموا فيهم ديب كونكشنز، ديب كونكشنز
بتاعت من؟ بتاع الانتيرو فيشل فين. هذا فيشل فين، فيشل فين. الفيشل فين الديب كونكشنز متاع قلنا رقم واحد مع الكافيرنس ساينس بمن؟ سوبيريو وانفيرو ميني اوفتالميك فين. هذا اسمه سوبيريو اوفتالميك وهذا اسمه انفيرو اوفتالميك، فنكتبهم هنا يا سوبيريو من تاني inferior ophthalmic of thalamic veins. خيرهم الصغير والinferior ophthalmic، ربطوا الanterior facial بالcavernous sinus اللي هي موجودة في وسط الكرانية كافيتي. ممتاز. الcavernous sinus مربوطة مع مني؟ مع pterygoid plexus of veins، هذه اسمها pterygoid plexus. عن طريق من؟ عن طريق الفين هذا شو نسميناه؟ emissary vein. المشري فين. اخر حاجه الكافيرنس ساينس هذه مربوطه بالانفيرو فيشل اهو عن طريق فينو. شو نسمو فيه الفين هذا؟ نسمو فيه ديب فيشل فين. ديب فيشل فين. نرجع للرسمه الاولى، نرجع للرسمه الاولى. الرسمه الاولى قلنا هذا انتيرو فيشل وهذه تريجويد بلكسس اوف فينس. شوف في بنات ديب فيشل فين باه تمام، هذا anterior facial vein وهذا pterygoid plexus of veins. شنو في بناتهم؟ في بناتهم deep facial vein. ممتاز. نجو هنا هذا اسمه anterior facial vein superior ophthalmic inferior ophthalmic، ربطوا الكافيرنوس ساينس بالanterior facial. نجو هنا هذا anterior facial، هذا superior ophthalmic vein inferior ophthalmic vein وهذه سميناها كافيرنوس ساينس. ممتاز. عيب الفين هذا اللي سميناه احنا، نجو اخر حاجه اللي هو هذا اسمه كافيرنوس ساينس وهذا اسمه تيريجويد بلكسس اوف فين. شنو في بناتهم؟ المشري فين. الريجن هذا الفينوس درينج نتاعها نديرها باللون الاحمر، النوز والابر ليب هذه كلها اسمها دينجرس زون. الفينوس درينج نتاعها وين يمشي؟ يمشي للفيشل فين اللي خيره ما عندهاش فالوس، ما عندهاش صمامات. هنا الفينوس بلود حيمشي وين؟ للتيريجويد بلكسس. بيمشي وين تاني؟ بالكافيرنوس ساينس. لو في انفكشن في الريجن هذه حتمشي للكافيرنوس ساينس وتسبب حاله اسمها ثرومبوزس. هذا بالنسبه لي الفينس درينج نتاع الفيس. نوقف هنا واتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.